السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على الموجات الكهرومغناطيسية. مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء التراكمية أي كل درس بيومه. جيبوا ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيبوا ورقة الـA4 اللي كاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 11 واللي أنت جهزتها كل درس بدرسه. يتناقص التيار المتدفق في ملف لولبي طوله 20 سنتيمتر، أي لو تساوي مباشرة حولت قسمت هذه على 100 ونصف قطره 2 سنتيمتر وعدد لفاته 500 لفة، يتناقص من 3 أمبير إلى 1 أمبير. إذن التيار الأول 3 أمبير والتيار النهائي 1 أمبير في زمن مقداره 1 ثانية واحد من عشرة ثانية. حدد مقدار المجال الكهربائي المستحس داخل الملف اللولبي على بعد 1 سنتيمتر من مركزه. أول خطوة شو بعمل؟ بكتب معادلة المجال المغناطيسي اللي بدي يكونه الملف اللولبي. هذه مقطع الملف اللولبي، هاي نصف قطر الملف اللولبي، هاي المكان اللي بدي احسب فيه مقدار المجال الكهربائي المستحس في هذه الدائرة. إذن المجال المغناطيسي اللي بدي يولده الملف اللولبي في مركزه تساوي ميو صفر في N سمول في I. N سمول عبارة عن N كابيتال على L. N كابيتال هي عدد اللفات الكلية الموجودة في هذا الطول للملف اللولبي. الخطوة البعدة كونه طلب، حدد مقدار المجال الكهربائي المستحس. نستخدم قانون فاراداي للحس والذي ينص على إنتاج مجال كهربائي بالحس من خلال تدفق مغناطيسي متغير، وهذا قانون فاراداي للحس. هذا القانون بعد ما منرتبه بيصير بهذا الشكل. إذن بنحتاج لمعادلة التدفق المغناطيسي تساوي لـ A في B. A مساحة الدائرة وتساوي باي R تربيع، وB اللي هي هذه. منعوضهم بهذه المعادلة، منعوضهم فمنطلع العوامل الثابتة باي R تربيع ثابت وميو صفر في N على L ثابت، بيضل المتغير التيار دي اي على دي تي. دي اي على دي تي تساوي اي فاينل ناقص اي اي، يعني التيار النهائي ناقص التيار الابتدائي اللي هون عطيتهم اي واحد واي اثنين. بتعوض بالقيم الموجودة عندك، يعني R اللي هي هذه، ميو صفر من الثوابت، N هذه هي، L هذه هي، I final واحد، I واحد، I ثلاثة، بيطلع عندك بهذا الشكل فولت لكل متر. لازم ورقة وقلم وتحل بإيدك. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.